اليوم عندي واحد الشجيرة ديال الفلفلة، فلفلة حارة تبارك الله، عاطية الثمار ديالها كثيرة ما شاء الله. اليوم غنحيد الفلفلات اللي طايبين وغتشوفوهم معايا. كنحيد غير اللي طايبين وباقيين تبارك الله، عاد كتعاطية عاوتاني وهي شجرة غير صغيرة. نحاول نحيد بلا ما ندر الاخرين، بلا ما ندر الشجيرة كلها، نحيدهم غير بشوية. نشوفوا شحال الحبة عندنا في الاخر، نحسبوهم نشوفوا شحال وحدة عطاتنا. ها هي الزهرة الوحدة الاخرى، الزهرة كتوجد، حيدت وباقي الزهرة الاخرين عاد عاطيين تبارك الله. هما الفليفلات اللي عطاتني، وحا
حارين تاع بصح. شجيره غير صغيره وباقا تبارك الله كتولد. كتشعل العافيه في الفم، عرفتي حاره حاره بزاف. هي ما شاء الله شجيره غير صغيره باغا كتولد تبارك الله. ها هي الوريدات ديالها قرين طالعين، وعطاتني تبارك الله هاد القدر كله ديال الفلفل الحار. عرفتي المذاق ديالو حار بزاف بزاف، يعني هذا راه يدي لك مده طويله. اي وحده تكفي في الطاجين حيت حاره بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو الفلفل. هاتيو في المحبق، غير في المحبق ماشي في الارض. الناس اللي كيحبوا الزراعه في المنازل ديالهم يمكن يديروا هذا النوع ديال الاشجار المثمره الصغيره ديال الفلفل. وهو تبارك الله باقي الفلفل الاخضر عاد كيطلع. كنتمنى اللي عجبو الفيديو يدخل ويعمل لايك ويتابونا معنا ويشجعنا على النباتات ديال البيوت باش ان شاء الله نعطيو اكثر واكثر.